اليمنيون يواكبون تطورات الاحداث في فلسطين خطوه بخطوه اكثر من ثلاثين حزبا ومكونا سياسيا يمنيا شاركوا في اللقاء الموسع في صنعاء رفضا للتطبيع مع اسرائيل او لضم الاراضي الفلسطينيه مؤكدين استعداد اليمنيين للقتال جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطيني حتى تحرير الارض الشعب اليمني أكثر الشعوب تحمسا وأكثر الشعوب على استعداد لأن تقاتل إلى جوار الفلسطينيين دفاعا عن فلسطين أكدت الأحزاب والمكونات السياسية اليوم وقوفها الثابت والمبدئي مع القضية الفلسطينية والتأكيد على أن قضية العرب والمسلمين وقضاياهم لا يمكن أن تحل إلا بزوال الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين محور المقاومة كما تقول صنعاء في لقاء اخر لعلماء ومفكرين يمنيين يتسع ويتعاظم ليأخذ اليمنيون على عاتقهم قضية العرب المركزية بالرغم من تماهي بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية هناك من يعمل من داخل هذه الامه لاضعاف هذه الامه يتمثل هذا في تصرف النظام الاماراتي والسعودي الذين يصرفون اموال هذه الامه في سبيل تمزيق هذه الامه وصرف انظارها عن عدوها الحقيقي الاسرائيلي فعاليات صنعاء الداعمه للقضيه الفلسطينيه اكدت دعم اليمنيين لقضيه فلسطين برغم ويلات الحرب ودعت الشعوب العربيه الى التحرك الجاد لنصره مقدساتهم طالما المال العربي الخليجي يمول المخططات الامريكيه والاسرائيليه في المنطقه كما يقول المشاركون هنا فلن تحل القضيه الفلسطينيه ولا حل سوى بالمقاومه لاستعاده فلسطين من جديد احمد محمد زبيبه صنعاء الميادين